إليكم النشرة الاقتصادية الأسبوعية ببوابة أخبار اليوم، وفيها 200 مليون دولار خصصتهم السعودية لمشروعات الشباب في مصر. البورصة ترفض استكمال شهر العسل مع المستثمرين. مصر تتخذ خطوات جادة نحو الحد من الاستيراد العشوائي وتفرض قيود جديدة على الواردات. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 16.445 مليار دولار بنهاية ديسمبر. شعبة المجوهرات، الذهب الصيني أسطورة. الحديد التركي يهبط بسعر التن 250 جنيها بالسوق المحلي. وزير السياحة استضافة عرض آيس إتش لايف بالقاهرة دليل على أمان المقصد السياحي. 8 شركات مصرية تشارك بمعرض سي آي إس بأمريكا. 3 مليار دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر. سهى سليمان، مشروع سيارة السلع الغذائية يتم تنفيذه بدعم من تحيا مصر. 200 مليون دولار خصصتهم السعودية لدعم مشروعات الشباب في مصر. خصصت السعودية مبلغ 200 مليون دولار كمنحة لمشروعات الشباب لتشجيعهم على تملك أراضي بمشروع مليون ونصف فدان. البورصة ترفض استكمال شهر العسل مع المستثمرين. رفضت مؤشرات البورصة أن تكمل شهر العسل مع المستثمرين بعد 3 أسابيع من الارتفاع المتواصل، لتنتهي تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع عام باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 الذي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 45%. واتفق خبراء سوق المال أن التأثير الأكبر جاء من الخارج بسبب الأزمة الصينية إلى جانب الأزمة السياسية بين السعودية وإيران. وتوقع الخبراء ثبات مؤشر السوق الرئيسي EGX30 قرب 6850 نقطة. مصر تتخذ خطوات جادة نحو الحد من الاستيراد العشوائي وتفرض قيود جديدة على الواردات. قرر طارق أبيل وزير التجارة والصناعة إنشاء سجل المصانع المؤهلة لاستيراد المنتجات لمصر، بحيث لا يتم الإفراج الجمركي عن أي منتجات واردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل. وفي تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أكد أن هذا القرار لا يتعارض مع التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وإنه من حق أي دولة تحديد المواصفات الخاصة بها لاستيراد منتجات تتمتع بجودة عالية وحماية مستهلكيها. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 16.445 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 23 مليون دولار ليبلغ في نهاية ديسمبر الماضي 16.445 مليون دولار مقارنة بنحو 16.422 مليار دولار خلال الشهر السابق له. شعبة المجوهرات، الذهب الصيني أسطورة. نفى عمرو محمد نائب رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة وجود ما يسمى بالذهب الصيني، قائلا هو عبارة عن قشرة الذهب وليس ذهب صيني كما يقال، مشيرا إلى أن الشعب المصري يطلق على الإكسسوارات اسم الذهب الصيني. الحديد التركي يهبط بسعر التن المحلي 250 جنيها بالسوق. واصلت مصانع حديد التسليح المحلية تخفيض أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، حيث قررت تخفيض أسعارها ما بين 200 و400 جنيها للطن. وزير السياحة، استضافة عرض آيس إيج لايف بالقاهرة دليل على أمان المقصد المصري. أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن سعادته البالغة بإقامة عرض آيس إيج لايف على أرض مصر، مؤكدا أن قدوم 86 عارضا من 34 دولة حول العالم للمشاركة في العرض يعتبر خير دليل على الثقة في مصر. ومن المقرر إقامة المعرض في الفترة من 3-10 فبراير المقبل باستاد القاهرة، وثماني شركات مصرية تشارك بمعرض سي آي إس بأمريكا. تشارك مصر بمعرض ومؤتمر سي آي إس بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وتضم 8 شركات من القاهرة والإسكندرية والدقهلية.
3 مليارات دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر. قال طارق الملا وزير البترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2015. سهى سليمان، مشروع سيارة السلع الغذائية يتم تنفيذه بدعم من تحيا مصر. كشفت الأمين العام للصندوق الاجتماعي سهى سليمان عن أن مشروع سيارات السلع الغذائية يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة التموين وبدعم من صندوق تحيا مصر. وأوضحت سليمان وجود نحو 350 سيارة مجهزة تتوزع على 22 محافظة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية.